كانت مجريات المقابلة ذات طابع خاص، وممكن كان عامل الريح أثر على المقابلة على الفريقين. وفي الحقيقة كانت لدينا للاعبين تاعنا كان عنده مقابلة بطولية، وممكن كانت تغيير بعض العناصر، كانت بعض العناصر من الرديف ممكن الأثر اليوم حتى على فريق الرديف اللي في نتيجة التعادل، إلا أن هذا إن شاء الله رايح تكون إن شاء الله الفريق القادم إن شاء الله من حسن إلى حسن إن شاء الله، وممكن كان إن شاء الله إضافات جديدة إن شاء الله في المقابلات القادمة إن شاء الله للفريق إن شاء الله. نعم، لاحظنا اليوم اللاعب دخول اللاعب كما نقولوا الروجي المستقدم من سول الغزلان لاعب اسلام ما شاء الله، هذه نقولوا ضربه معلم. كيف اتصلتم به وكيف اقنعتوه بالقدوم الى الاتحاد الرياضي السعودي؟ والله في الحقيقه توفيق من عند الله، اللاعب تقدم في مدينه جواد، وكان الوحيد في الفريق كان بيلعب احنا نجيبوه في السنوات الفارطه، وجاء بدون اي بدون اي معناها كما بعض توج بعض الصفحات في امور عاديه، وهذه ان شاء الله وربي يوفقنا.